بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وبالليل هيكون معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء. معنا تفاصيل أكتر عن حالة الطقس اللي بتطمننا عليها دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. هل فعلا النهارده في ارتفاع في درجات الحرارة، وكمان يومين الجايين أمور هتكون مش مستقرة، ولا هترجع مرة تانية الجو هيكون معتدل ولطيف؟ بالفعل احنا ابتداء من اليوم هيكون في ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة. اليوم هترتفع درجات الحرارة عن الأمس بحوالي من درجة لدرجتين، لأن متوقع العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية. أغلب الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا قادمة من على البحر المتوسط، ففيها ارتفاع في نسب الرطوبة، فبالتالي كمان درجة الحرارة المحسوسة هتبقى أعلى من طبعا درجة الحرارة المقاسة في الظل بحوالي من درجتين لثلاث درجات. يعني احنا درجة الحرارة كمان المحسوسة هنحسها ما بين 37 و 38 درجة مئوية. الأجواء خلال فترة النهار أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مرورا طبعا بالقاهرة الكبرى. أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار أيضا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطبعا كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل خاصة مع وجود نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، نشاط الرياح ده بيساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة فترات المساء وفترات الليل، فبالتالي بنحس فترات الليل بالاعتدال في الأجواء، والأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان متوقع استمرار تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، مدن القناة، لكن هي شبورة مائية خفيفة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا على الساعة 6 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي وما بتأثرش على حركة المرور. متوقع طبعا زي ما بنقول ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، متوقع غدا مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة هتوصل ل 37 درجة مئوية، المحسوسة ما بين 39 لل 40 درجة مئوية، وده هيستمر معانا لنهاية هذا الأسبوع. فاحنا على مدار هذا الأسبوع من غدا إن شاء الله الأجواء تبقى فترة النهار أجواء شديدة الحرارة رطبة فترات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب البلاد. فاحنا من غدا كمان هنحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة، يمكن هترتفع عن اليوم بحوالي درجتين. فمهم جدا خلال الفترة اللي جاية عاوزين دايما ننصح السادة المواطنين ونذكرهم إن احنا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات مياه كتير كمان. بالفعل فترة الظهيرة تحديدا من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر، الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. بقدر الإمكان لو أنا موجود في الشارع يبقى دايما معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. بقدر الإمكان أبقى موجود في أماكن جيدة التهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة العالية. ايضا نرتدي ملابس قطنيه بيضاء فاتحه اللون، ده هيساعدني على عدم امتصاص اشعه الشمس، فبالتالي مش هحس معاه بارتفاع درجات الحراره باذن الله. طيب بالنسبة لحالة البحر الأبيض وحالة البحر المتوسط، خاصة إن احنا دلوقتي الناس طبعا بتسافر وبيضطر إنها تنزل المية، فعايزين نعرف حالة الجو، هل هيكون في تأثير ملحوظ للرياح ده هيأثر على حركة البحار؟ يمكن احنا الايام الماضيه بالفعل كان في ارتفاع امواج، يمكن لحد يوم الجمعه الماضيه كان في ارتفاع امواج على البحر المتوسط، وده كان مؤثر على اعمال يعني السفن والسفينه بالظبط. لكن من الامس ومتكمل معانا على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله هيكون في اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. ارتفاع الامواج على البحر المتوسط فلا يتجاوز 2 متر، اما على البحر الاحمر هيكون ما بين 2 ل 2.5 متر. يعني البحرين هيكون مؤهلين تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ونقدر نستمتع بالاجازه ان شاء الله في الاماكن المطله على البحر المتوسط او البحر الاحمر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نروح نتابع مع حضراتكم درجات الحراره في محافظات مصر، وهنبدا من القاهره والعظمى 35، الصغرى 24، الاسكندريه 31 24، مطروح 30 22، سيوه 37 22، بورسعيد 32 24، دمياط 31 24، الإسماعيلية 36 24، السويس 35 23،
العريش 32-24، كاترين 33-18، طابا 34-24، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 37-27، الفيوم 37-23، بني سويف 37-23، المنيا 37-23، أسيوط 38-24، سوهاج 38-25، قنا 40-26، الأقصر 41-28، أسوان 41-29، الوادي الجديد 40-26، شلاتين 39-27، وأخيرا حلايب 36-28. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، نخلي بالنا لأنه مستمر معنا لحد نهاية الأسبوع. هرجع مرة تانية لمحمد وجمان عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.